سأعود إلى موضوع الانقلاب القضائي أو الانقلاب الدستوري، ولكن أريد أن يعني أتعمق أكثر في موضوع هذه الحكومة، وخاصة استلام سموتريتش لملف المالية واستلام بن غفير لملف الأمن القومي. هي ملفات تؤثر بشكل مباشر علينا كفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية. ما هي تبعات وجود هؤلاء في هذه الأماكن؟ يعني نحن نتحدث عن تغيير في داخل المؤسسات، كنا دوما نقول توجد دولة عميقة، ولكن الآن هناك تغييرات داخل الدولة العميقة. لا يعني هذول الجماعة، يعني بن غفير وسموتريتش، كانوا على رأس العصابات التي جالت الشوارع في أيار 2021 أيام هبة الكرامة لينالوا من المواطن العربي والاعتداء على جماهير شعبنا، وخاصة في المدن التاريخية، في المدن الساحلية، في اللد والرمل ويافا وعكا. اليوم زعماء العصابات هذه أصبحوا وزراء. القضية هي ليست قضية وزارة الشرطة أو ما يسمى بالأمن القومي أو وزارة المالية. القضية هي إصرار بن غفير على أن يكون هو الذي يعطي التعليمات للشرطة. فيما مضى الوزير كان وزيرا سياسيا يضع السياسة العامة للشرطة، لكن القضايا العملياتية، القضايا الميدانية هي في يد الشرطة من ناحية مهنية ولها معايير مهنية. طبعا هذا أمر نسبي، مهنية بالنسبة لليهود ولكن عنصرية بالنسبة للعرب. فهذا تحول في غاية الخطورة، أن تصبح ذراع فرض القانون هي ذراع سياسية خاضعة لأجندة سياسية التي توجه الوزير المعني. أيضا إلى جانب ذلك، وأصر على وزارة الجارية والنقب أن تكون في يد حزبه، بمعنى أن المواجهة الأساسية والكبيرة بين شعبنا وبين حكومات إسرائيل هي في النقب على ما تبقى من الأرض، وفي الجليل على كوننا ما زلنا الأغلبية، أغلبية السكان في الجليل، وهذا يقلق المؤسسة الصهيونية في إسرائيل. بالنسبة لسموتريتش، القضية هي ليست فقط قضية وزارة المالية، إنما إصراره أن يكون وزير في وزارة الأمن وأن يتولى مسؤولية الإدارة المدنية، يعني كل ما يتعلق في الشعب الفلسطيني، شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وحتى في القدس. فانظر إلى الصورة التي حصلت، يعني أخذ بن غفير أخذ كل الصلاحيات المتعلقة بالفلسطينيين في الداخل، وسموتريتش أخذ مسؤولية ما يسمى بالعلاقة، مسؤولية الاحتلال وممارسات الاحتلال ضد شعبنا في الضفة الغربية والقدس. هذا يقول كل شيء، هذا يعني أنه هذا إعلان حرب من قبل هذه الحكومة على شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، من خلال تكليف وزراء لا يمكن اعطاهم وصف إلا أنهم وزراء فاشيين في كل مكان طبيعي في العالم. مثل هذين الشخصين يجب أن يكونا من وراء القضبان في السجن على ما يقولانه، على ممارستهما، على أفكارهما، على مخططاتهما. يعني كل مكان طبيعي هذول بيكونوا بس في السجن، بس في إسرائيل هم يتحولوا إلى رأس السلطة. أكثر من ذلك، في ظل ضعف نتنياهو واهتمامه بالأساس أن لا يدخل السجن هو نفسه بسبب ما ينسب إليه من تهم جنائية، فهو مستعد أن يعطيهم كل شيء مقابل أن يبقوا في حمايته، أن يبقوا في وزارته ويحموا حكومته. فنحن إذا وضع غير مسبوق في تاريخ الحكومات في العالم، أنه في مصالح ضيقة وشخصية لرئيس حكومة، وفي مجموعة فاشية تتولى المسؤولية، مسؤولية الدولة عن ضحاياها، هذا أمر في غاية الخطورة طبعاً.